في برضه ظاهرة من الظواهر لازم نتكلم عليها، وبرضه بتعتبر من خواص الفلويد، وهي عبارة عن ايه؟ الكابيلاريتي او الايه، الخاصية الشعرية. عشان نفهم يعني ايه الكابيلاريتي، هنجيب ايه؟ هنجيب انبوبة شعرية ونحطها في ايه؟ في اناء فيه مثلا ميه. ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي الميه بترتفع في الايه؟ في الانبوبه دي، والظاهره دي بقى هي بنسميها ايه؟ الخاصيه الشعريه او الظاهره الشعريه، وهي التي تنتج من ايه؟ من قوى الشد السطحي نتيجه التلامس بين السائل والايه؟ والانبوبه الشعريه. عشان نفهم اكتر هنجيب اناء فيه زئبق، واحد فيه زئبق، ادي الزئبق، واناء تاني فيه ميه، وهنحط هنا انبوبه وهنا انبوبه. هنلاقي ايه بقى؟ كل منهم له نفس القطر عشان ما ننساش. ادي الدايمتر، الدايمتر واحد في الاثنين، ده الماء. ايه اللي هيحصل في الزئبق؟ نبدا بالزئبق. ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الميه بترتفع او بتبقى واخده شكل ايه؟ محدب في الزئبق. وفي الميه هنلاقي واخده شكل مقاعد. في حاجه هنعرفها بقى، ان زاويه الاتصال، في زاويه بين الايه؟ السائل والايه؟ في بين سطح السائل وبين الانبوبه، بنسميها ايه؟ الكونتاكت انجل، او زاويه كونتاكت انجل، او زاويه الاتصال، او ايه؟ الاتصال، او زاويه التلامس. طب في الميه بتبقى عامله ازاي؟ وبتبقى ايه الزاويه هنا؟ منفرجه. امال هنا بتبقى ايه الزاويه بين السطح وبين الانبوبه؟ عباره عن ايه؟ سيتا، وبتكون في الميه اقل. يعني زاويه الاتصال او التلامس في الزئبق اكبر منها في الميه. ليه بقى؟ لان الميه بتفرد نفسها على الجسم الصلب، وبالتالي بتكون زاويه الاتصال في الميه اقل منها في الزئبق. امال الزئبق بقى بيبقى ملتصق، تمام؟ بالتالي ايه؟ بيحافظ على شكله، بمعنى تاني ايه؟ ما بيدخلش جوه الانبوبه، وبالتالي تكون زاويه الاتصال اكبر، وبتكون ايه؟ منفرجه في الزئبق، وبالتالي تكون قوه الشد السطحي هنا ايه بقى؟ لما نيجي نحلل القوه بتاعتنا، ادي ايه؟ السيتا هو، ادي ايه؟ قوه الشد السطحي اللي بتاثر عندنا، لما نيجي نحللها السيتا في ال، السيجما في ال، لما نيجي نحللها هتبقى هنا ايه؟ سيجما اللي ايه؟ ساين سيتا، وهنا ايه؟ سيجما ال كوساين سيتا، صح ولا لا؟ بنحلل قوه في الاكس والواي، والسيتا هنا عباره عن الايه؟ الكونتاكت انجل. ايه اللي بيحصل بقى؟ بنلاقي ان الميه ايه؟ بترتفع جوه الايه؟ بترتفع جوه الانبوبه بتاعتنا دي. بيبقى ارتفاع الميه ده بنسميه دلتا اتش، ادي سميناه دلتا اتش. بيصل الميه لايه؟ لارتفاع دلتا اتش. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاله اتزان. بيحصل اتزان مع ايه؟ مع وزن عمود السائل اللي هو هيبقى ايه؟ هيبقى ام جي. هنوضح اكتر النقطه دي. ادي الاناء بتاعي، وادي الانبوبه، حطيت فيها في الميه، ايه اللي حصل؟ الميه ارتفعت عندي، تمام؟ وادي كانت قوه الشد، حللتها بقى هنا ايه؟ كوساين سيتا، هنا سيجما في ال. ايه اللي بيحصل بقى؟ الميه دي بترتفع بارتفاع دلتا اتش. بتقعد ترتفع بقى لحد ما تخرج من الانبوبه مثلا؟ لا، بترتفع لحد ما توصل القوة اللي هي دي، قوة الشد السطحي عندنا، إلى إيه؟ بتساوي إيه؟ وزن عمود السائل اللي هو إم في جي. فهمنا النقطة دي؟ يعني المية بترتفع في الأنبوبة بإيه؟ لحد ما تكون توصل إلى حالة الاتزان، واللي بتكون فيها
قوة الشد السطحي بتساوي وزن عمود السائل. يعني السيجما ال كوساين ثيتا بتساوي ايه؟ بتساوي ام في جي. طب ما انا عندي ال ال قلنا هنا بتساوي ايه؟ ال ال بتساوي 2 باي ار او بتساوي باي في الدي. دي ايه؟ اول حاجة. في ايه كمان؟ في حاجة عندنا ام ال، هنشيل بقى ال ال ونحط ايه ده، او دي هنسميها رقم واحد او رقم اثنين، ودي هنسميها المعادلة رقم واحد. في ايه عندنا كمان؟ انا عندي الام بتساوي ايه؟ رو في. اذا الام في جي هتبقى ايه؟ رو ام في جي، رو في جي، دي رقم ثلاثة. عندنا في حاجة تاني، عندي الفوليوم بتساوي ايه؟ الاريا في الارج، هتبقى الاريا بتساوي ايه؟ باي على 4 دي سكوير في الدلتا اتش الايه؟ مقدار ارتفاع المية في الانبوبة. هنسميها رقم أربعة. نعرف نعوض باثنين وثلاثة وأربعة في المعادلة رقم واحد، هنعوض باثنين وثلاثة وأربعة في المعادلة رقم واحد. إيه بقى عشان تكون المعادلة عندنا سيجما في باي في دي كوساين ثيتا بتساوي رو في باي على أربعة دي سكوير في الدلتا اتش في الجي، هتبقى إيه؟ اللي هيطير مع بعض الباي مع الباي والدي مع السكوير، هتبقى في الآخر إن الدي اتش او ارتفاع السائل بالانبوبه بتساوي 4 سيجما كوساين ثيتا على ايه؟ على الرو في الجي في الدي. طب ما احنا عارفين ان الرو في الجي عباره عن ايه؟ يلا افتكروا ايه السبيسيفيك ويت، يبقى هسيب دي هتبقى 4 سيجما كوساين ثيتا على في السبيسيفيك ويت في الدي. من المعادله دي نقدر نجيب ايه بقى؟ بنقدر نجيب ارتفاع السائل ايه بداخل الانبوبة الشعرية. بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على البرامترز دي. اول حاجة ايه؟ قوة الشد السطحي. كل ما هتزيد ايه اللي هيحصل؟ هيزيد الارتفاع بداخل الانبوبة. رقم اثنين الكثافة عندنا، كثافة السائل. كل ما هتزيد ايه اللي هيحصل؟ نفكر كده مع بعض. السائل بتاعنا ايه؟ هيبقى تقيل، وبالتالي ايه؟ هي ايه؟ مش هيرتفع في الانبوبه، بالتالي الارتفاع هيقل عشان السائل بتاعنا تقيل وحرارته هتبقى ايه؟ قليله. رقم ثلاثه الديامتر، كل ما القطر هيكبر الارتفاع هيقل، نتيجه ايه؟ ان انا في علاقه عكسيه بين الاتش اهي وبين الايه؟ بين الدي. والخاصيه الشعريه عشان مش بتبان الا لما يكون الانبوبه ايه؟ زي ايه؟ عشان كده سميناها الانبوبه الشعريه، عشان بتبقى ايه؟ زي الشعر، اي صغيره جدا في القطر، عشان كده سميناها الايه؟ الانبوبه الشعريه. رقم اربعه ايه؟ عندي الثيتا. لما بتزيد زاويه الاتصال ايه؟ معنى كده ان الزاويه بتكون منفرجه، وبالتالي كوساين ثيتا بتبقى ايه؟ سالبه، وبالتالي هيقل الايه؟ الارتفاع. ولما بتكون حاده بتكون الكوساين ثيتا ايه؟ موجبه، وبالتالي بيزيد الايه؟ الارتفاع. يبقى عرفنا تاثير البارامترز دي على ايه؟ على ارتفاع السائل في الانبوبه الشعريه. ان شاء الله ايه؟ تكونوا فهمتوا. ناخد بقى امثله على الكلام ده، ناخد امثله على الكلام ده. بيقول لي اول اكزامبل، اكزامبل 1 اسمول 1.5 مليمتر دايمتر بابل از فورمد باي ستيم of 16 درجة سيليزيوس. استميت the pressure inside the bubble. ايه بقى اللي عندنا؟ اول حاجة زي ما احنا متفقين الايه هننظم حلين. اول حاجة الايه؟ الجيفن داتا اللي هو مديهالي، مديلي ايه؟ ان الديامتر عندي بواحد ونص مليمتر، حوله لايه؟ حوله المتر، هتبقى 1.5 في كام؟ في 10 اس سالب 3 من المتر. هو طالب ايه؟ البريشر بتاع ايه؟ ريكوايرد. اعرف اجيبها ولا ما اعرفش؟ نفكر كده بالراحه. قلنا البريشر بتساوي ايه؟ بتساوي اهو السبيسيفيك ويت في الايه؟ في الارتفاع اللي هيحصل عندنا. بالتالي فان اول حاجه اجيبها الايه؟
السبيسيفيك ويت، نركز بقى مع بعض تاني. هو مديني عايز البريشر، البريشر هيساوي السبيسيفيك ويت في الايه؟ في الارتفاع اللي هيحصل عندنا، هتبقى البريشر هتساوي الايه؟ السبيسيفيك ويت بتاع الووتر هيبقى بتساوي كام؟ من العلاقه لو فاكرين هو مديني ايه؟ درجه حراره البريشر بتساوي 16 سيلز، اعرف اجيبها ولا ما اعرفش؟ فاكرين العلاقه ولا نسيتوها؟ لا ان شاء الله فاكرين، هتبقى بتساوي 9800 ناقص تي ناقص 4 سكوير على كام؟ على ال 18، هتبقى بتساوي 9800 ناقص التمبريتشر عندنا في السيليزيوس 16 ناقص 4 سكوير على كام؟ على ال 18. نحسبها يلا، هتبقى